اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج ليالي رمضان. في شهر رمضان شهر الصوم والعباده، والناس بتحاول تقرب لربنا، عشان كده هنشوف مدى اقبال الناس على الجوامع. كل سنه طيب. طب الصحه والسلامه. حضرتك شايف ان اقبال على في رمضان في المساجد اكتر من اي شهر تاني؟ معروف على مستوى مصر بالكامل ان شهر رمضان بيكون بيحصل فيه له طله وله نكهه. عن يعني انا واحد من الناس رحت كذا دوله عربيه، يمكن اهل الدول العربيه كمان بيشيدوا او دايما يتكلموا عن مصر بان اجواء رمضان ومصر يعني في رمضان بيكون يمكن ساعات بييجوا هنا مخصوص، الجو مختلف هنا، في بهجه هنا، في بتحس ان في الناس فرحانه، في وميض كده خاص برمضان، في يعني تحس كده ان الناس يعني حتى الطيبه. وكان المسجد ليه جو خاص في رمضان؟ طبعا المساجد يعني المدينه غير الريف، انا واحد من الريف من الارياف، بتلاقي الجو فيه تسامح، وكذلك في المدينه، مش معنى كده المدينه الواحد بيحس فيها بالخير، يحس فيها بالناس كده، حتى اهل الريف واهل القرى بييجوا المدينه بيلاقوا فيه تغيير، بيلاقوا فيه يعني مدينه زي القاهره دي الناس كتير بتيجي وكأن بتعمل زيارات للأماكن المقدسة، أكنها أماكن مقدسة بالظبط. وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا، وتهجرنا وقلوبنا معاك. حضرتك شايف ان مدى الاقبال على المساجد في رمضان كتير عن اي شهر تاني؟ طبعا كتير جدا، او السنه دي كمان اكتر، والله بصلى على النبي. حتى تخش لاي مسجد في اي وقت من الاوقات تلاقي عدد كبير جدا من الشباب والكبار في السن، حاجه يعني تشرع القلب. يعني الناس بتحاول تتقرب لربنا اكتر وبالصلاه وبقراءه القران. طبعا اكتر، وخاصه في شهر رمضان، فتلاقي في الفجر عدد كبير جدا ما كانش الاول موجود، دلوقتي اقبال جامد قوي في الفجر وفي كل اوقات الظهر والعصر والمغرب، عدد كبير جدا وخاصه للشباب، يعني حاجه الواحد ينشرح ليه القلب بان في شباب بيقبل على العباده وعلى الصلاه، وحاجه يعني حاجه تشرف يعني. طب المسجد في رمضان بيبقى مختلف عن باقي السنه؟ طبعا اكثر، طبعا بيجي له من جميع الدول العربيه ومن جميع الاماكن، كلها اماكن جميله قوي، وخاصه المسجد سيدنا حسين بيجوا اقبال جامد قوي فيه، خاصة في شهر رمضان يعني. رمضان كان الأقبال في شهر رمضان إقبال رائع جدا. الناس في شهر رمضان دايما بتلوذ بالمساجد، تختلي بنفسها في قراءة قرآن، في تسبيح، في عبادة وطاعة، لأن سبحان الله من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل هذا الشهر الحسنة فيه بسبعين أجر، والنافلة تعادل فيه الفريضة. فسبحان الله تعالى في هذا الشهر الكريم يتنزل الله سبحانه وتعالى فيه بالرحمات على أمة الإسلام، وده من فضل الإسلام وفضل نعمة الإسلام علينا. أما ربنا يتكلم على شهر رمضان ففضلوا على 11 شهر في السنة بحالها، فالعبادة بتبقى في شهر رمضان بينك وبين ربنا، لأن بدون واسطة العبادة في شهر رمضان واسطة منك لرب العالمين. أهل البيت هم أهل الخير على الأرض، اللي يعرف أهل البيت على الأرض هم أهل الخير، سيدنا الحسين، سيدة زينب، سيدة نفيسة، أهل البيت على العموم هم أهل الخير. حتى في القرى الأرياف بتروح المساجد في شهر رمضان بتلاقي زي صلاة الجمعة، سواء صلاة المغرب دلوقتي الناس مفروض تصلي تفطر وتروح تصلي، لا الناس بتبل رئها بكوباية بلح وبتصلي المغرب حاضر. حتى في الكرة
ليه؟ عشان شهر رمضان ده هو ده شهر القرآن اللي ربنا فضله على 11 شهر. عشان شهر كريم وكله طبعا بيتقبل الشهر ده بالخير وبالصيام وبالمتيح بتاع القرآن والصلاة والصيام وكله. في ناس كتيرة طبعا ناس كتيرة والجو بيبقى راحة في العمل وكده في شهر رمضان عشان شهر كريم كله عبادات وكله كده صوم. طيب انت شايف ان الجوامع والمساجد في رمضان بقى عليها قبل كتير قوي؟ معناها ايوه ناس كتير قوي وبتصلي وبتقرا قران كتير. انت بتروح تصلي في الجامع؟ تصلي التراويح؟ ايوه. حضرتك مصبع ان تروحي جامع او مسجد في رمضان؟ لا صراحه مش كتير يعني احيانا واحيانا لا. طب الجو انت عارف يعني بيبقوا محكومين البيت وبتاع وبنصلي في البيت وبنصوم كل حاجه يعني. طب الجو في رمضان جوه المسجد مختلف عن اي شهر تاني؟ شيء طبيعي طبعا، شيء طبيعي ان شاء الله رمضان غير اي يوم تاني واي شهر تاني واي وقت تاني. شهر في السنة وشهر مختار عن باقي شهور السنة ومعروف ان شهر مقرم بين الشهور يعني زي يوم الجمعة طبعا بيبقى يوم افضل يوم في الاسبوع بالضبط كده. فشهر رمضان اولا انزل فيه القرآن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وشهر كله رحمة ومغفرة وعتق من النار وبتبقى فرصة لأي إنسان إن هو بيقدم على بيدعي ربنا إن يقول اللهم بلغنا رمضان عنده أمل في الله. والمولى عز وجل قال في حديث قدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي والإنسان بيبقى عنده أمل في الله أنه هو في شهر رمضان يقدر يكفر عن ذنوب ارتكبها خلال الفترة السابقة. وبنبدأ طبعا من بداية من رجب وشعبان ورمضان دول أشهر عظيمة كل إنسان بيبادر أنه هو يعمل بقدر الإمكان يعمل الخير يطعم. احنا المفروض نطعم الطعام على المساكين نساعد الفقراء. المراد من الصيام ان انت تحس بالاخرين بتحس بالناس البسطاء فهو ميزته في كده ان الغني لازم يحس بالفقير ان في ناس كتير محتاجة لازم انت ترسم على وجوههم البسمة ممثلة في الزكاة بيبدأ من اول يوم لغاية نهاية الشهر طبعا وبتكون افضل ان هي بتطلع بدري على اساس يعني اللي محتاج كساء يقدر يشتري محتاج في ناس طبعا بترجمه في شنطة في كرتونة الشهر يعني والحمد لله يعني هو شعب مصر متعود دايما احنا عندنا العادات والتقاليد الحمد لله كويسة جدا. يمكن الكلام ده مش موجود في بعض الدول العربية ولا بعض الدول الاسلامية ولكن الحمد لله هنا في مصر في ترابط بطريقة رهيبة جدا يعني وفعلا رمضان بيجمعنا من تاني بيجمعنا طبعا بيجمعنا وبنلاقي بعضنا كلنا فيه وحتى على مستوى العائلات في البيوت في المنازل اللي بيفطر مع امه وابنه متزوج ما وكده يعني فالحمد لله الحمد لله واحنا كمان بنحسه يعني بنحسه بروحانيات ربانيه طبعا بتبقى غير عاديه معانا احنا كبشر طول السنه. طب انت بتفضل مسجد معين بتروحه كل رمضان ولا اي جامع؟ والله هو السعي على المساجد طبعا الخطوة في حد ذاته بيرفع عنك يعني كل خطوة ربنا المولى عز وجل بيرفع بيها سيئة عنك وبيزيد لك في حسناتك يعني كل ما بتمشي مسافة أطول كل ما بس بتكون النية كده يعني ان انت عايز تمشي وتتعب عشان تلاقي يعني ان شاء الله حسنات من المولى عز وجل فهي تجارة مع المولى عز وجل طبعا وان شاء الله ربنا يجعله شهر اليمن والبركات والخير على مصر ان شاء الله ويهدي الحال في مصر ويوفق رئيس الجمهورية الجديد وإن شاء الله احنا نتفاهم ونتكاتف ونقف عشان نعدي بمصر اللي عدوا بها عظماء قبل كده في الفتح الإسلامي من أول سيدنا عمرو بن العاص طبعا لغاية وقتنا هذا والحمد لله هي محروسة بإذن الله بإذن الله بإذن الله لأن هي طبعا كنانة الله في الأرض فما ينفعش يكون في العادات والتقاليد بتاعتها ما مش موجودة في أي دولة تانية. وفرحنا ابو بعد الغياب وبقالوا كلنا غنوا معانا سهرت بتقولوا غنوا
كله بيحاول يتعبد في شهر كريم زي ده، فكله بيحاول ان هو يتقرب لله اكتر واكتر في اي مساجد، مش في مساجد بيوت يعني اللي هي اهل البيت بس، في كل مكان عامة بيبقى الناس اقبالا للدين والشريعة اكتر بكتير قوي من بقية الشهر. والسنة دي انا شايف ان افضل كمان من اي سنة فاتت، كويس في الاقبال الديني بالنسبة للناس، بالنسبة للكلام ده في افضلية عن زمان يعني. طب هل جو اجواء المساجد في رمضان مختلفة عن باقي الشهور؟ طبعا طبعا طبعا، بالنسبة لمائدات الرحمن اللي بتتعمل في قلب المساجد اكتر، بالنسبة لأحاديث اللي بتتعمل اكتر في الظهر والعصر وبعد صلاة العشاء والتراويح والكلام ده، ففي اجواء افضل بكتير طبعا. المصريين بطبيعتهم عندهم حب لآل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمكان ده فيه روحانية عالية، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة يا إما حفرة من حفر النار، فما بالك من القبر فيه صلة بين الله سبحانه وتعالى مع أخص خلق الله. في رمضان بالذات بلاقي يعني حتى لما بروح أصلي صلاة التراويح بلاقي الإقبال كتير جدا، وأنا نفسي الإقبال ده يبقى كل يوم مش في رمضان بس. بتحس إن الجو مختلف في رمضان؟ طبعا، جو غير الأيام العادية خالص، كله خير وكله بركة والحمد لله. بتحب تروحي مسجد معين ولا اي مسجد؟ لا اي مسجد، كلها بيوت ربنا. بروح اي مسجد عندنا، مره اصلي هنا مره اصلي هنا، ساعه اجي هنا الحسين اي وقت يعني. والليله 30 ليله حلوه جميله، واعمل ملاذي والليله 30 ليله حلوه جميله. أهلا رمضان جانا قولوا معانا. هو شهر كريم بالنسبة للمساجد، فيعني تلاقيها دايما من زحمة بالصلاة وبالقرآن الكريم، طبعا بتلاوة القرآن الكريم وفضل من الله سبحانه وتعالى من أهل البيت الناس المزكين، فبيبعثوا كل شيء بالنسبة لشهر رمضان العظيم. كل الناس بتاكل وكل الناس عايشين، والحمد لله رب العالمين، ربنا يجعل مصر بخير وسلام، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يعمر المساجد بيوت الله الحرام من كل مكان ان شاء الله. في رمضان وغير رمضان؟ في رمضان وغير رمضان، واحنا كلنا ايامنا رمضان ان شاء الله. الحسين والسيدة زينب والسيدة عائشة والسيدة سكينة والسيدة زينب، يعني ما شاء الله تبارك الله، مصر عمرانة بإذن الله. وسط بين المزارع وبين البحوث. كام سطر فوق المصطبه؟ هل بيزرع رجله غراب؟ هل بيرشق المصطبه؟ كل ما عمل 7 سنتي 10 سنتي وكثف بيدي انتاج اعلى. هي عمليه مداومه بين المرشد وبين المزارع، اساس ان هو يكون مداوم الفحص. لازم دايما تبقى عينه جوه الارض وهو موجود مع زرعه. بيلاقي الزراعه يوم بيوم زي الطفل، لازم المراقبه في المراحل الاولى كمان، لازم المراقبه في المراحل الاولى كمان. واحنا موجودين معاه، واي فتره واي وقت عايزنا احنا موجودين. أجندة مرشد يوميا على مصر الزراعية. ترجمة